آلية ولا تحمير؟ تحمير. اه والبيض بكام؟ احنا عاملين عليه تحديد امبارح مع الوزير. البيض بكام؟ البيض عند اللي جنب هو شغال. اه لا ده البيض تبعك. انا مكلمه الشركه امبارح بعت لي 83 وانا مغيره السعر فيه. لا انت رجعت السعر ده ليه؟ هو السعر كلمه لي حضرتك كلمه لي. بكام البيض يا رد على معالي المحافظ؟ كام البيض؟ ليه؟ هو المدير بتاعنا اللي قال كده. انا امبارح يا معالي الوزير منزلها لي 83 وكلمت رئيس الشركه وقلت له قال لي 83 رجعتوه بعد ما مشيت ليه 88. ممكن نلغي المنفذ ده خالص بتاعه. اتفضل اتصل بيه. تعالى يا استاذ هشام. اي حد شوف ده بيبيع غالي ليه؟ لا وانا منزله السعر امبارح يا حاج هشام. انا منزله ب 83 ساعتك للاسف وهم للاسف لو ما نزلش ب 80. كلمت المدير رجعه ليه؟ انا مكلمه بنفسي. معاه 85 ساعه. لا لا قال لي هخليك 83 زي ما حضرتك تؤمري وكتبت انا السعر كده. راجع يا استاذ احمد. خدي كلميها. السلام عليكم. كلميها كلميها. ايوه احمد. كان ما بلاش ما كانش جاي. السلام عليكم. سكه. السلام عليكم. عليكم السلام. كبار السن ما لهمش طابور لوحديهم يا باشا؟ كبار السن ما لهمش طابور لوحديهم. انت شباب عندنا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا مش انا عايز السعر هنا كويس؟ اه واسع قدام بس يا باشا خليك قدام كده وصلنا لك ايه البركه ان شاء الله. مشاهدينا متابعي كي لايف لسه مكملين مع حضراتكم. اللواء كامل حساب الشيخ عرب من 85 بدل 95 كم كيلو؟ حضرتك 5 كيلو يعني كيلو بكام؟ 217 جنيه. فين بقى؟ هو 13 ونص و 14 ونص. طب فين؟ حضرتك جاي محمد بس.